وهذا سائل يقول: بعض العلماء يقسمون الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر، وبعضهم يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر وأصغر وخفي، فما القول الصحيح؟ الخفي من الأصغر، الأصغر على قسمين: شرك ظاهر خفي، شرك ظاهر أصغر، وشرك خفي أصغر. فالشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: ظاهر وخفي. نعم، ولا فيه قسم ثالث، الشرك نوعان فقط. نعم.